حكم من يرفض مثلا اداء صلاه العيد، ما هو هنا احنا يعني قلنا عايزين هنفرق بين المتكاسل وبين اللي يستطيع ولكنه يرفض اداء صلاه العيد. لا، احنا بنقول المتكاسل هنا مع اللي مش متكاسل هي سنة مؤكدة تاركها، سواء هو متكاسل أو غير متكاسل لا يأثم شرعا، لا يأثم. ولكن احنا عندنا حاجة أعلى من الفقه اللي هو الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ طب سيدنا النبي كان بيواظب عليها، هو عشان خاطر أنا لا آثم عليها، لا أأثم عليها أتركها؟ لا، ده أنا عاوز أعملها اتباعا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي هو عمل حاجة وأنا ما عملتهاش؟ صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى دي صلاة مخصوصة. سيدنا النبي بيعمل إيه؟ بيقول أخرجوا فيه نساءكم، في الصلاة دي أخرجوا فيها نساءكم وبناتكم حتى الحيض من النساء، حتى الحائض بتخرج. سيدنا النبي أمرهن أن يشهدن صلاة العيد، ليه؟ فيها بهجة، وسيدنا النبي يريد أن يدخل الفرحة على النفوس، فقال حتى المرأة الحائض أو البنت الحائض بتمتنع تخش المسجد، لا خليها في المصلى من ناحية بره كده وهم يصلوا، بس هي عشان تسمع التكبير، عشان تشوف الفرحة وتعيش جو الفرحة، لأننا أمة ليست متشائمة ولكننا أمة تحب الفرح، تحب الفرح الصحيح في نطاق المباح، وندعو إليه دوما وبشدة. فهنا عشان كده بنقول إيه؟ ازاي يكون متكاسل يصليش العيد؟ نقول ده هو متكاسل او متعمد انه يتركها؟ ما اظنش ان في حد كده. فهو متعمد او غير متعمد، هي سنه مؤكده، المهم ان الشعيره تقام في المساجد ولا تعطل في المساجد، هذا هو الاهم. عظيم.